اخ حنين الابو ماك بحنان. معصومه تقول، العليله تقول سليم. احتراما لصوت الزهراء نستمع للسيد جاسم الطوير جو. بالك ابويا بالك، سوى طريق للسيارة. روح حج. عظم الله لنا ولكم الاجر. اهلا بخدمة الامام الحسين باسم بغداد. خدمة الامام الحسين في بغداد موسى والجواد. باسم جامعة الفقار نرحب بكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا خدمة الامام الحسين. يا من اتيتم سيرا على الاقدام، حللتم اهلا ونزلتم سهلا، عظم الله لنا ولكم الاجر. اهلا بخدمة الامام الحسين. حياكم الله. نستذكر نستذكر مهجورين. الله يرحم سيد جاسم. الله يحفظك. ولا سيد سيف العدواني. وين مكسور خاطر الزينب علينا؟
ترضى وخذت من دم عزيز القلب الأخ عزيزها ترضى 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 خذت من دم عزيز ويا لكم الزغر دوايا خويا شلون امشي وجسمك حلو طيب يا خويا تقول وانا خاي تقول وانا خايم هيم الدهر ضيعني يا خويا احباب زينب من احباب الحسين يسخون يا حسين تقول بهيم الدهر ضيعني وانا خاي خويا وانا خاي وحشبك مثل المجري عقب ابو فاضل ها خويا وانا خاي وانا خاي الناس تدور بخوتها شجاع وقوة أصيل إذا مضي الناس يا سادة عذرا من السادة الناس 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 خوي الناس الدود بإخوتها وأنا أخوي وين سكن وسط اللحن وبعد عيني أهل غيرة أنتم ضاعوا على هاي النياق هاي النياق بيها هواديك اللي زينب من سبوها النياق لا عليها لا غطاء ولا وطاء انتم غيارة انتم عراق انتم اهل غيرة سادة بني هاشم هو ياهو البينة قبل وقتة تنسبي ويفترون بيها من بلد البلد كان زينب غريبة وسموها اريد واحد يصيح يا ابويا جاسم الطور جاوي يجي الإمام الحسين بالرؤيا قال له سيد جاسم اللي تكتب على هاي الأبيات وتدعها وخلي الوازن تمشي قال له هاي الأبيات صار صدق قال له سيد أبعث له يا أبيات قل لي به قال له إنه صار صدق كون تقل لي بس كون هاي